اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا وتقصيرنا ظاهر بين يديك. ما لنا ملجأ منك وعزتك إلا إليك. اللهم هيئ لنا من أمورنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمد رسول الله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق الجهاد. جزاك الله عنا كل خير يا حبيبنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، كان الفاروق عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يسير في طرقات المدينة يوما، وإذ به يمر بدكان فيها رجل بين يديه نار ينفخ فيه. دخل إلى هذه الدكان وقال للرجل: من أنت؟ قال له: أنا أبو لؤلؤة المجوسي. قال له: وما صنعتك؟ قال له: أصنع الرحى، حجران يضعان فوق بعضهما يطحن فيهما الحب. قال عمر رضي الله عنه: بلغني أنك قلت أنك لو أردت لصنعت رحا تدور بالريح. قال: نعم، وإني لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى من معه وقال لهم: لقد توعدني العبد. ثم مضى عمر في طريقه، ومضى أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، فصنع خنجرا له رأسان ويده في المنتصف، وجعل يلبد عليه السم شهرا كاملا. فبعد شهر دخل إلى المسجد ليلا، وكان المسجد ظلاما، واختبأ في جانب من جوانب المسجد، حتى دخل الفاروق عمر رضي الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، وانتظر أبو لؤلؤة ولا أحد يدري به، حتى دخل سيدنا عمر رضي الله عنه في الصلاة وتحين الفرصة حتى كانت الركعة الثانية، وإذ به يخرج ويطعن سيدنا عمر ثلاث طعنات، إحداهن في بطنه تحت سرته، ويجر خنجره جرا، حتى سقطت بعض أمعاء سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم أراد الهرب، فجعل يشق صفوف المصلين ويطعن الناس على اليمين وعلى الشمال، حتى طعن 13 صحابيا، مات 9 منهم في الحال. ثم حاصره الصحابة في زاوية من زوايا المسجد،
حتى إذا أراد أحد أن يقترب منه شعر خنجره يريد قتله. تقدم أحد الصحابة خلع رداءه وألقاه على ذلك الرجل، ألقاه على وجهه، فلما علم أنهم قبضوا عليه طعن نفسه فمات. حمل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بيته ووضع له فراش، ويقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: حاولت أن أوقف الدم بيدي فدخلت يدي في بطنه رضي الله عنه، ففكى عمامته وربط بطنه حتى كان قبيل طلوع الشمس، وإذ به يفتح عينيه، نظر يمنة وإذ بالرجال يبكون، نظر يسرة وإذ بالرجال يبكون، وصوت النساء يأتيه من بعيد. لم يقل لهم من الذي فعل هذه الجريمة، لم يقل لهم هل جرحي عميق، لم يقل لهم إن حياتي مهددة بالخطر، لكنه قال لهم: هل صلى الناس؟ هذا الأمر الوحيد الذي كان يؤرقه في تلك اللحظة، هل صلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبعدها قال لهم: ائتوني بماء. فجاء ابن عمر رضي الله عنه بإبريق، فقال له: لا، أريد ماء لكي أتوضأ حتى لا تفوتني الصلاة. فجاءوا له بماء فتوضأ، فأراد أن يقف ويصلي فلم يستطع، فصلى جالسا. وبعد أن قضى الصلاة واتصل بالله عز وجل صلى صلاته، جاء أمر الدنيا، قال لهم: من قتلني؟ قالوا له: أبو لؤلؤة المجوسي. قال: ذلك العبد الذي توعدني من شهر. قالوا له: نعم. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لا يحاجني عند الله بسجدة واحدة سجدها. الحمد لله الذي جعل قتلي على رجل على يد رجل ليس بمؤمن، لا يصلي، ليس له شيء عند الله عز وجل. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم، كيف لا، وهو من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسة العظيمة التي تتلمذ فيها الصحابة كلهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعة أيام صلى المغرب ودخل إلى بيته، وبيته ملاصق للمسجد، والحمى انصبت عليه صبا بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة، غطوه صلى الله عليه وسلم بلحافين اثنين. ويقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أضع يدي فوق اللحافين والحرارة تخرج منهما، فقلت: يا رسول الله، إنك لذو عقوعك شديدة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ذلك لأن لي أجران، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. دخل وقت العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة حرجة، الحمى تأكله أكلا، لا يستطيع النهوض ولا يستطيع أن يفتح عيناه. دخل وقت العشاء ولم ينتبه لهذا الأمر،
والصحابة خارج المنزل في المسجد يصيحون: يا رسول الله، نامت النساء، نامت الصبيان، الصلاة الصلاة. فدهى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال لهم: ضعوا لي الماء في المخضب في إناء كبير. فجلس صلى الله عليه وسلم في المخضب وجعل يحرك الماء عليه ويصب الماء على رأسه، حتى إذا شعر بالنشاط حاول أن يقف لكنه أغمي عليه، وحمل إلى فراشه مرة أخرى. ثم استفاق وقال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرون. فدعا بمخطب وقال: صبوا الماء عليه. لما شعر بالنشاط أراد أن يقف صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، لكنه أغمي عليه. وفي المرة الثالثة استفاق، قال لهم: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرون. قالوا: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي من سبع قرب لم تحل أفواههن، يكون الماء باردا فيهم. فلما صبوا عليه الماء شديد البرودة لم يستطع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه، فأشار لهم بيده: حسبكم، كفى. فلما وضع رداءه عليه وأراد أن يقوم أغمي عليه. فلما استفاق قال لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يستطع بعد هذه المحاولات الكثيرة، فصلى أبو بكر العشاء وصلى يوم السبت والأحد، حتى كان يوم الاثنين من صلاة العصر وجد في نفسه صلى الله عليه وسلم نشاطاً، فقال: مروا علياً والعباس فليحضروا. فجعل علياً على يمينه والعباس عن يساره، اتكى عليهم. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا نحمله صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخطان على الأرض خطا، لا يستطيع أن يرفع رجلا ويضع الأخرى، صلوات ربي وسلامه عليه من شدة المرض. فحملاه حتى وضعاه على المنبر، فقيل أنه صلى بهم وقيل أنه لم يصلي. هذا لأمر الصلاة. فلما كان على فراش الموت أراد أن يوصي الأمة كلها جمعا بوصية جامعة، بوصية تكون لهم إبرازا بأهم شيء في حياتهم. كان على فراشه يلفو أنفاسه الأخيرة وهو يوصي هذه الأمة ويقول لهم الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الإنسان في آخر أنفاسه وآخر كلماته يوصي بأهم شيء في هذه الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام يوصيكم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لماذا أيها السادة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب عن الصلاة، أول أمر تحاسب عليه أيها العبد إنها الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذه رسالة لكل من يقول أن الصلاة لا شيء، المهم أن لا تؤذي الناس، والمهم أن يكون قلبك أبيضا لا ليس فيه غلا ولا حقدا ولا حسدا على الناس. هذا الأمر مطلوب بالإسلام، لكن قبل هذا الأمر الصلاة هي الصلاة، وأول ما تسأل عنه الصلاة. فإن
فسدت لم ينظر إلى غيرها، وإن كان عندك حج 100 مرة، وعندك عمرة 1000 مرة، وعندك من الصدقات ما عندك، وعندك من الحسنات ما عندك، فإنها هباء منثورا إن لم تكن تصلي وإن لم تنجح في امتحان الصلاة الأول الذي تسأل عنه بين يدي الله عز وجل. الصلاة أيها السادة هي عماد الدين، الصلاة هي عمود الدين، الصلاة التي أصبحت آخر هم الشباب اليوم، آخر هم الرجال اليوم، أصبحت في خبر كامل. هذا مدر بشبابه ويقول سأصلي حينما أصبح عجوزا، لا يريد أن يفسد شبابه بدخوله إلى المسجد، يريد أن يبقى مع أولئك الذين يأخذونه عن الدين وعن الإسلام. ألا يعلم من شب على شيء شاب عليه؟ فكم من شاب اغتر بشبابه وقوته، لكنه عندما كبر لم يستطع أن يتوجه إلى المسجد، لكنه ربما لم يصل إلى تلك المرحلة. كم من الشباب نودع في كل يوم، أصبحت الجلطات والسكتات الدماغية تصيب الشباب أكثر ما تصيب الكهول. انظر إلى المقابر، كم قبر مكتوب عليه الشاب الفلاني كذا وكذا. إنك لترى الكثير من هؤلاء الذين كانوا يرسمون أحلاما ويخططون لمستقبل زاهر، لكن هذه الأحلام كانت واهية، وهذا المستقبل لم يأتي عليهم، ماتوا وهم في ريعان شبابهم. ألم تعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله؟ وما أجمل الشباب حينما ينشأون في طاعة الله بعيدا عن كلاب الدنيا وعن خنازيرها، بعيدا عن المغريات، بعيدا عما تعرضه الشاشات، بعيدا عما يجول في خواطر الكثيرين من الفحش والبذاءة. ما أجمل الشاب حينما يرتاد المسجد ويشتاق إليه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليفاخر الأمم بهؤلاء الشباب. والأمة إن لم يكن بها شباب ملتزمون فاعلم أنها ليست على خير، فاعلم أنها إلى زوال. الشباب هم عمدة الأمة، هم قادتها في المستقبل. إن شبوا وشابوا على غير التقى والصلاح فإن أفكارهم المعوجة وإن صحبتهم الصالحة ستأخذ بهم إلى مكان بعيد عن التقوى والصلاح، وسينشأ بعدهم جيل أفظع وأشنع. إذن أيها السادة الأفاضل، الصلاة أمرها عظيم. الله سبحانه وتعالى يحذر تاركها فيقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ماذا ستكون النتيجة؟ فسوف يلقون غيا، واد في جهنم سحيق عميق مظلم. هؤلاء الذين ضيعوا الصلاة هكذا سيكون حالهم، وإلى جهنم مآلهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
الرجال الذين وصفه الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة بحاجة إلى رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء الرجال الذين نفخر بهم، الذين كانوا كما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء هم الرجال الحقيقيون، هؤلاء هم الرجال الحقيقيون، ليس أولئك الذين يذهبون لكي ينموا عضلاتهم المفتولة، ويذهبون إلى النوادي حتى يجملوا من أجسادهم، حتى ينظر الناس إليهم نظرة رجولة وإعظام. الرجل من يستيقظ إلى صلاة الفجر ويضرب لحافه عنه، الرجل من يترك بيعه وشراءه ويتوجه إلى بيت الله، الرجل إذا قال مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لبيك لبيك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، إذا همه أمر هرع إلى الصلاة، إذا مات له حبيب قال أرحنا بها يا بلال، إذا خانه صديق قال أرحنا بها يا بلال، إذا مات له ابن قال أرحنا بها يا بلال، إذا غدر به الغادرون قال أرحنا بها يا بلال، ونحن اليوم نقول كفى أرحنا منها أرحنا منها. المسلم يرتاح في صلاته، النبي جعلت قرة عين عينه في الصلاة. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله كان على فراشه وإذ ببناته يبكين عليه، فقال لهن أحسن الظن بالله، فوالله منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد. ما هؤلاء الرجال، ما هؤلاء الرجال العظام الذين رهنوا حياتهم في سبيل الله وجعلوا دينهم في المرتبة الأولى، ليس من هواياتهم بل هو من أساسيات حياتهم، ونحن جعلنا ديننا في آخر المراتب. إن صار عندي وقت صليت، وإن لم أقدر أن أصلي لا بأس في ذلك، أجمع صلاة وأخرى وثالثة. الإسلام والصلاة ليست هواية من هواياتك تقوم بها وقت فراغك، حياتك كلها يجب أن تقيمها وتؤسسها على أساس الصلاة، على أساس هذه الفريضة المهملة التي كثير من الناس ما قال لولده يوما قم فصل، لم يحضر ابنه مرة إلى المسجد إلى الصلاة، يتركه يلعب في الشارع أو في المدرسة التي تعلمه لا أدري ما هي أفكار، ويأتي هو ويظن أنه فعل ما عليه. لا أيها الأخ الحبيب، أنت مسؤول عن ابنك وعن زوجتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله سبحانه وتعالى يقول لك وأمر أهلك بالصلاة، أمر زوجتك وأولادك أن يصلوا، وليكن عندك الصبر على هذه الدعوة وطول البال على أطفالك وزوجتك، لأن هذا الأمر بحاجة إلى استعانة وصبر من الله سبحانه وتعالى. أيها السادة الأفاضل، هذه الصلاة التي إن ضيعناها تملكنا الشيطان، إن ضيعناها وتركناها خرجنا من ذمة الله عز وجل وحفظه، ودخلنا إلى ذمة الشياطين، والذي دخل في ذمة الشيطان
لن تتوقع له فعلا ولن تتوقع منه صلاحا والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون من المقيمين للصلاة حق الإقامة الذين لا يسهون عنها ولا يتركونها إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبد. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال سبحانه وتعالى قدسني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل. حينما تقف بين يدي الله عز وجل فأنت فتحت خطا مباشرا مع الله سبحانه وتعالى. أنت أصبحت في اتصال مع الله. فاطلب ما تشاء، فاطلب منه ما تشاء فإنه الكريم. ألم تسمعوا بذلك الصحابي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. عندما تسجد لأعظم، عندما تسجد للعظيم الحكيم القدير سبحانه وتعالى فهذا عزك وفخرك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا إنا رفعنا إليك كف الضراعة، اللهم لا تردها صفرا خائبا، يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما أنت يا الله، ارحمنا فوق التراب، وارحمنا تحت التراب، وارحمنا يوم الحساب، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد فتيات المسلمين إلى دينك ردا جميلا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمها منها وما لم نعلم، أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا